ليس ذلك جسراً شيد فوق أرض الفضاء، فهذه الأرض القاحلة كانت نهراً يجري بالماء العذب ليروي أراضي الفلاحين في محافظة واسط قبل أن يضربه الجفاف المميت. احنا انتهينا من العطش، نهبونا من العطش، الزراعة نهوها نهائياً، زراعة ما عدنا، ما شراب لحلوقنا ماكو، حلالنا انتهى، هاجرنا. هسه احنا ذول اللي موجودين لو عندهم امكانية يشيلون الولاية، بس ما عندهم امكانية، انتهى. احنا سرايدين وبره، بدل ما نخلي له كاميرا ويتنوع بالكاميرا شغل وطف يطلع لنا وشوف واصلنا ما له لا. ولأن محافظة واسط تعد من أكثر محافظات العراق تصديرا للمنتجات الزراعية والحيوانية إلى بقية المحافظات، يطالب فلاحوها بنيل حصة أكبر من المياه لري أراضيهم. المفروض إنتاجية واسط أو دعم واسط لكونها دولة محافظة إنتاجية، ويكون إنتاجيتها تتوزع على كل المحافظات، فما يصير حصتنا مثل حصة الناصرية، مثل حصة العمارة، مثل حصة البصرة، ما عاد بذيش الإنتاجية. فواسط يعني تتسمى خبز العراق. أما عن أسباب ذلك الجفاف القاتل، فيقر المسؤولون بالدور الإيراني المشبوه في زيادة معاناة العراقيين وحرمانهم من المياه، وبالتالي حرمانهم من الزراعة والتربية الماشية. كل هذه الواردات مشمولة ضمن واردات مشروع الإيمان الإيراني القاضي بجمع 10.2 بالعشرة مليار متر مكعب يتم استثمارها في المنطقة الغربية من إيران. بالتالي قطعت جميع هذه المشاريع ولم يرد منها إطلاقا أي قطعة مياه سوى المياه التي تأتى من الهضبة الشرقية في المنطقة الوطنية ضمن الحدود العراقية. ويستمر الجفاف بالتمدد في الأراضي العراقية في ظل غياب الدور الحكومي في السعي نحو تحقيق مصالح الفلاحين والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية للشعب العراقي.